السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام أخوات الفضلات، معكم مصطفى صادق. منذ فترة من الزمن بدأنا بشرح مجموعة من كورسات الاتصالات والشبكات اللاسلكية. طبعا في البداية كانت الفكرة أنه نقوم بشرح مجموعة من الكتب التي يتم شرحها على شكل كورسات أكاديمية في الجامعات العالمية. أول كورس شرحناه في وقتها كان هو كورس الاتصالات والشبكات اللاسلكية Wireless Communications and Networking، واللي هو يعني كان كتاب منهجي مصدري يتم شرحه في الجامعات العالمية. بعد ذلك طبعا بدأنا بشرح مجموعة من الكورسات الأخرى، كان من ضمنها كورس الـ 5G جيل الخامس، وأيضا كورسات الـ OFDM النوما، LTE and LTE Advanced with MATLAB، ومجموعة أخرى من الكورسات. والآن طبعا بعد ما صارت عندنا مجموعة من الكورسات، أيضا هناك أكو كورس اللي يسمونه خليني أتذكره، اللي هو كان هذا الهام راديو، اللي هو فقط خاص بتشغيل الراديو للاميتشرز راديو او ما يسمى بهواة الراديو. ايضا كان اكو عندنا فتشي يسمونه الار اف كراش كورس، اللي هو كان عبارة عن 5 فيديوهات سريعة مختصرة مبسطة. وايضا هناك مجموعة من الشروحات عن الوايرلس ضمن كورس الشبكات الاكاديمي وغيرها من الامور الاخرى. فهنا طبعا بدأت ترد لنا الكثير من الاسئلة، انه انا من اين ابدأ وكيف يعني اجد طريقي في عالم الاتصالات والشبكات اللاسلكية. طبعا خليني أكون صريح معكم، أنه أنا في البداية عندما قمت بشرح هذه الشروحات كنت أفترض أنه المتابعين هم طلبة يعني بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه من درسوا الأساسيات بالفعل. أما إذا كان هناك شخص يريد الدخول في هذا العالم ولم يكن لديه خلفية كاملة عن هذا الموضوع، فهنا أيضا نحتاج أنه نرجع خطوة للوراء يعني أقوم بتعداد الأمور اللي تحتاج أنه تعرفها أو تدرسها قبل ما تبدأ بالدخول إلى هذه الكورسات اللي تعتبر متوسطة من حيث المستوى. مبدئيا عندما تكون يعني شخص مهتم بالدخول في عالم الاتصالات والشبكات اللاسلكيه، ضروري جدا انه تعرف اساسيات الرياضيات او اللينير الجبرا، الجبر الخطي. ضروري جدا انه تعرف اساسيات الستاتستكس والبروبابيلتي، الاحتماليه والاحصاء. هذا طبعا مشروحه عندنا بشكل مختصر في كورس المشين ليرنينج. كورس المشين ليرنينج قبل ما نبدا الكورس شرحنا هذه المجموعه من الفيديوهات اللي هي البروبابيلتي والستاتستكس فور ماشين ليرنينج بصوره مختصره. طبعا لينير الجبرا هذه مجموعة من الفيديوهات ممكن تفيدك انه تعرف على يعني لكي تستطيع فهم المعادلات التي سنتحدث عنها عندما ندخل في كورسات الاتصالات. بعد ذلك طبعا ضروري جدا انه تعرف اشياء معينة على الانفورميشن ثيوري، نظرية المعلومات، واللي طبعا من ضمنها الكثير من التفاصيل اللي راح تحتاج انه تعرفها لكي تستطيع بعد ذلك الدخول في عالم الاتصالات. ايضا اكو كورسات فقط متخصصة في عالم الكودينج، واحدة منهم اللي هو شرحتها انا او نشرت الرابط الخاص بي في المدونة العلمية، ممكن راح يكون إن شاء الله رابط الخاص بأسفل هذا الفيديو. ضروري جدا أنه تعرف أساسيات الإلكترونيكس، الأساسيات الإلكترونيات، يعني هذه الأمور اللي نتحدث عنها هنا اللي إحنا نرسمها على شكل بلوك دايجرام في يعني فيديوهاتنا، هي بالحقيقة هي مجموعة من الإلكترونيات، دوائر إلكترونية يتم ربطها سوية وإدارتها. ضروري جدا أنه تعرف مثلا أساسيات الماتلاب وكيفية عمل السيميولينج في داخل الماتلاب. اكو كورس ايضا يسمونه الديجيتال سيجنال بروسيسنج، اللي هو معالجه الاشارات الرقميه، ضروري جدا. احنا طبعا موجود في خطتنا في القناه ان شاء الله انه نقوم بشرح هذا الكورس في المستقبل، ولانه ايضا يعتبر يعني ضروري جدا مهم جدا. لازم تعرف الفاست الفورير ترانسفورم، لابلاس ترانسفورم، زي ترانسفورم وغيرها من الامور الاخرى، هذه ضروري جدا قبل ان تدخل في اساسيات الاتصالات. ايضا اكو شيء يسمونه سيجنالز اند سيستمز، هو اما انه يكون تي اس بي او ديجيتال سيجنال بروسيسنج او السيجنالز اند سيستمز، هذا واحد من هذه الكورسات ايضا ضروري جدا انه تقوم بالاطلاع عليه. بعد ذلك اذا كملت هذه الامور كلها ان شاء الله، اما عن طريق الجامعه او عن طريق الدراسه الحره، ممكن انه تاتي هنا الى هذا الكورس اللي هو كورس الاتصالات والشبكات اللاسلكيه. هذا الكورس اعتقد انه يعني معمق مفصل الى حد كبير جدا، يبدا معك من اساسيات الاتصالات التناظريه، ثم يصعد وياك الى الاتصالات الرقميه، انواع الموديوليشن، انواع الانتنات، انواع البروباجيشن، كغيرها من الامور الاخرى، تفاصيل كثيره. بعد ذلك نبدا النوبه الكوجنيتيف راديو، المقارنه بين الاجيال الاتصالات اللاسلكيه 1 فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد، فورث، فيفث جينيريشن، 5G، اساسيات الار اف فاندمنتالز، غيرها من الامور الاخرى، الفي سات، تي دي ام اي، الاف دي ام اي، سي دي ام اي، الاس دي ام اي، كل هذه طبعا هنا بعد في النهايه راح تكون عندك مواضيع الليتل ادفانسد يعني متقدمه الى حد ما، البيك تو افريج باور ريشيو، الهاي باور امبليفايرز، الاف بي ام سي وغيرها من الامور الاخرى، هذه كلها موجوده في هذا الكورس. اما انه تقوم باكماله الى النهايه، واللي هو طبعا هذا الشيء انا افضله انه لانه حاليا موجود في 50 فيديو. اذا اردت انه تاخذ فد نظره سريعه وكنت غير مختص في مجال الاتصالات، هنا راح يكون عندك هذا الكورس مهم جدا اللي هو الار اف كراش كورس، 5 فيديوهات سريعه مختصره بسيطه تشرح لك اساسيات الاتصالات او الراديو فريكونسي كوميونيكيشنز، الاتصالات الراديويه بشكل مختصر بحيث انه يستطيع فهمه حتى الشخص الغير مختص. ايضا اكو عندك هنا فيديو واحد في السيجنالز اند سيستمز، احنا مثل ما ذكرنا انه يكون ان شاء الله كورس متكامل في المستقبل.
هناك شرح أيضا مفصل عن الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية في كورس الشبكات الأكاديمي. بعد ذلك طبعا إذا حبيت أنه تدخل في تفاصيل أكثر ممكن أنه تروح على الـ OFDM والنوما بالنسبة للناس المختصين أو المهتمين بمجال البحث العلمي أو يعني التطبيق العملي. ممكن أيضا بعد ذلك تذهب إلى الـ LTE والـ LTE Advanced with MATLAB. أخيرا إذا كنت مهتم بمجال 5G يعني على مود تقدر تفتهم كل الأمور المذكورة هنا في شرح 5G تحتاج أنه تدرس كل هذه الكورسات السابقة. فهنا صار عندك يعني رقم واحد اللي هو الاتصالات والشبكات اللاسلكية، رقم اثنين الـ RF Crash Course، في نفس الوقت ممكن أنه تدرس Signals and Systems، ممكن أنه تطلع أيضا على أساسيات الـ Wireless في كورس الـ Networking. بعد ذلك تذهب إلى الـ 4G LTE، ممكن في نفس الوقت تدرس الـ OFDM أو النوما، وأيضا أخيرا تصل إلى الـ 5G. وأيضا إن شاء الله يكون عندنا في كورس 5G مفصل، لأنه هذا كورس 5G اللي شرحته كان يعني تقريبا قبل سنتين، يعني لم يكن الـ 5G قد يعني اكتمل يعني كستاندرد دولي. بعد ذلك إن شاء الله راح نحاول أنه يكون عندنا في كورس مفصل عما وصل إليه الـ 5G اليوم في الـ Release 15 وReleaseRelease 16 من الـ 3GPP. هذا إن شاء الله راح يكون هو المسار اللي أتمنى أنه الناس اللي يتابعونا أو الناس المهتمين بهذا الموضوع أنه يتابعونه. وتحياتي للجميع، شكرا جزيلا، بالتوفيق، مع السلامة.